شيرينا الدليل تبع الجرين شوت. Then we try to see how to implement it by our way of work. كتير من النقاط كان already قصص نحن بننتبه منها, وفي قصص فتحت لنا عيننا عليها. Yeah. مثل مثلا personally أنا بكره كل شيء طباعة. دايما بلاقي في كتير waste of paper بال production phases. فلأنه في حجة الدليل قدرنا نقرصهم أكتر على قلة الطباعة, لأنه otherwise بصير يلا. another point هو أنا as a producer كتير بتضايق من أنين المي الفلتانة على الست, و it's a common it's a common element من ست لست ناخده معنا. One of the problems بقصة الصب والألومنيوم هو إذا عنا extras نضطر أوقات well you just have this fear of viruses اليوم, فبتصير نقزين انه عم بتشطف صحن حدا جديد ما بتعرفه او عم تجليه. عم نقول للعالم بكلينكس you can wipe it, بس كمان بتصير counter intuitive. مش هون بالكومبوس, اي هون. اصعب شيء هن العالم, لانه مع انه في بن معبيه واضح انه اكل, في بن حدا واضح معبيه بلاستيك, و I don't believe بدها print out تنطبع عليها, لانه normal human eye can tell the difference. العالم هن قاطعين بزتوا هاي هون وهاي هون. وقنين المي للاكستراز, جبتوا قنين المي وهيك؟ Yeah, so the extras we got just a few bottles of water. Literally انا اخذ 4 صناديق ميني بوتلز من اول تصوير لهلا صرت صارف 9 قنينه منهم per count. And we only use them for emergency. إذا حدا من التيم عن جد قلته نسيها شي محل أو منا معه, نعطيه قنينة بنقول له يحافظ عليها. We can keep track لأنه they're very little small amount of numbers of bottles. نايمين بدور الشوير, يعني 5 دقايق من هون. كلنا بنجي على اللوكيشن كل يوم, بدنا 5 دقايق. ما كتير عم نسوق إلا بس ينزل بهن الأكتر لازم نسوق فيهم. ما كتير عم نطبع ورق, يعني عم نجرب نشوف سكتشول على هلا كم شخص بيطبعوا يمكن كم ورقة, بس انه كمان we're managing بلا 70,000 ورقة. الزبالة كمان عم بيكونوا هيك, كلنا عم نتعود انه نحط الorganic garbage بزبالة واحدة والاشي البلاستيك الريسايكلبل بزبالة تانية. الدخان بكوب لحال للدخان. عم نتعود ما نكب الدخانات على الأرض وين ما كان. وهيك أنا بحس إنه في 20 شخص هيك تعود من أول نهارين إنه والأشياء هيك دائما هيك أرتب, وأصلاً ألز إنه نشرب بكبيات وبكل حدا الجور تبعه تعود عليها. لوفت ملبك؟ إيه لا. انه احيانا اكتب على ماي فون من انه اكتب على ورقه, بعدين سقع الورقه ثقيل انكتب عليها بالسقعه. انا بزرزع بدني بس اكتب بالسقعه على الورقه. وليه ما تبعت ورقه؟ لانه جرين شوت. All the props, it's either we found them من عنا من البيوت, يا نحنا يا الاكترز يا الدايركتور, او استاجرناهم for lamps وهالقصص. And for wardrobe كمان من عند الأكترز أو من ديبوفانت بيروت which is a thrift store, بس كمان we had to go through Zara للأسف just for like 2 sweaters and jeans, مش إنه عملنا huge spree in shopping spree هونيك. So this is because of the time issue, في قصص ما كنا عم نقدر نلاقيها, ف we had to go through that يعني because it's fast للأسف. صراحة بالعكس مش منه صعب, لأنه عم نوفر كتير لم زبالة كمان بعد الأكل, بعد كفى قنينة المي. صراحة قديه كنا نلم قنينة مي يكون نصها وطلوع بعد مش مشروبة بروح كله على الكب. فلا بالعكس هيك أحسن, لا مصروف مي لا مصروف بلاستيك. وكان في كتير أصلا معنا عالم هون على الساد فيك تسأليهم شو كنا نشيل صحون وكياس صحون بلاستيك هيدي ما هلا. أول ما بلشنا خاصة عن الدخان, العالم كله بكب الدخان دغري على الأرض. هياني أنا بعدني حاملة ناطر لكبة. بس إجمالا يعني هلأ تأكلمت الأمور, العالم كلها تعودت
وكله بيقول لك انه مبسوط بالوضع بالعكس. وين رايح؟ نكب الكومبوست. ليه حاطين نايلون عليها؟ اول نهار صار عندنا غلطه تقنيه ونسينا نحطوا هيدا، فجينا لقيناها معبايه مي، فمثل الشاطرين قعدنا نفضي بهالميات لجانا عملناها جوره كومبوست شرعيه. سوري ما قدرنا نطبقه هو نحصر الفيول كونسومشن تبع الجنريتر تبعنا لانه ما له عداد، هو بير رول بيصرف 19 لتر كل 8 ساعات. جربنا قد ما فينا ننتقل على كهرباء البيت وقت نكون قادرين على الموتور اللي هو بيكون موزع على المنطقة هون، بس مع التقنين كل ما يطفي بننتقل على موتورنا and then back and forth. ايه كهرباء صراحة ما عنا renewable source of energy هون للكهرباء، اضطرينا نستعمل موتور، بس at least انه عم نجرب قد ما فينا نقنن بالموتور ما نستعمله مثلا بس نكون مش عايزين. Well for sure بنصحهم بالدليل لانه بيسهل شغلهم، بيعطيهم edge شوي بمحلات إذا هني they want to force some rules over a team، لأنه مثل ما بنعرف كتير أوقات العالم بيطلعوا أو بيلتهوا أو بينسوا أو whatever، بياخدوا decisions that are easy for them. وشغلة تانية بتساعد بالset ethics، I felt إنه this green shoot helped promote a nice set ethic بين العالم بين الممبرز، لأنه just في أقل trash around them، في أقل reasons to trash the set، فبصير هيك كل نفسيته شوي أحلى. بس قد ما فينا نعمل بنعمل.